أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 39 في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. نعم، إن الله تبارك وتعالى أمر بأخذ الرأي، فقال: وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينهم. كل هذا حتى لا تكون الأحكام من طرف، مع أن الأمير عليهم القائم بهم إمامه وسيده هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إياك يعني واسمعي يا جارة حتى يتعلم غيره. قال: وشاورهم في الأمر، لا تنفرد باتخاذ القرار. نعم.